عفوا لايف المشاهير راح نجيب لكم جديد والحصري عن جديد وراح نشوفوا في رمضان ولا لا، يعني اشتقنا اليه وتوحشنا في الشاشه وتوحشنا خوه وتوحشنا نشوفوهم مع بعض في الادوار مع بعض. هلا راح نشوفوهم في دور في رمضان كيف كيف راح يتجمعوا راح يكونوا ما يكونوش راح نكتشفوها مع بعض، وراح يحكي لنا عن اول تجربه ثاني له في الاخراج مع هلا عساني. مساء الخير محمد بوشايب، وش حوالك؟ سافا؟ مساء الخير الحمد لله، وانتم سافا؟ سافا الحمد لله. مرحبا بك في لايف المشاهير. ميرسي بوكو بور ديجا لانفيتاسيون. ميرسي محمد. قليل الظهور على الشاشات سورتو في البرامج، علاش توجور مخبي؟ نو نو ما نحبش نبان، ماشي كل بلاصه وين تبان فيها، نحب نبان بمشروع ماذا بيا نخدم حاجه ونبان بها، ومن بعد نهار اللي عرضونا ولا افيك بليزير نحكيو على المشروع اللي خدمناه. بيان جوستومون دوكا راح نحكيو على المشاريع وتعطينا شويه لي سكوب. لي سكوب اون فا فوار مي بون اوكي. الوغ مشاريع بور لانستون انا بريباريو رمضان ان شاء الله. عندنا اون سيري اكسيون كوميك بور رمضان دو 2023، وعندي اوسي اون سيري شابه 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 سربرايز ما اسمها ماينا ان شاء الله اوسي رمضان 2023. فوالا لي دو بروجي ان شاء الله رمضان الجاي. راح يكون معك عز الدين؟ بيان سور عز الدين، عز الدين راه معايا خويا. وي وي اوسي قلت لنا مقبل محمد باللي راح تكون عندك ثاني تجربه في الاخراج. جوستومون عندي ان بروجي بون، عندي ماينا، ماينا انا كنت سامبلومون اكتور، مي البروجي الدوزيام جو سوي غيزاتور اكتور.